استقطابه لأحد القطبين. هذه لاعب نادي الزمالك هشام يكن وحسين عبد اللطيف ورضا عبد العال ومصطفى ابراهيم والغندور، اسماء جديده، وادي ربيع ياسين بيسلم على طاقم الحكام، وطاقم الحكام بياخده وما راحوش للسنتر زي ما احنا بنشوف طاقم الحكام، انما بياخد القرعه زي ما احنا شايفين. ايمن يونس كابتن الزمالك، وربيع ياسين كابتن النادي الاهلي، والحكم كوبي النمساوي. دي العمله، التصوير جايب حتى العمله حاجه جميله جدا. وهنشوف اختيار كباتن الفريقين هيصفر عن ايه. احنا بنقول بين الناديين الكبيرين الزمالك والاهلي. صوره تذكاريه للنادي الاهلي. والنهارده لو بصينا لتشكيل الفريقين هنلاقي ان في لعيبه كبار بره التشكيل. جمال عبد الحميد على هادي خشبة، ربيع ياسين، هادي خشبة على فكرة صمام أمان كبير جدا في خط دار النادي الأهلي في المباراة اللي عدت، ومفيش أوفسايد، وماشي رمضان، وعدى رمضان، ويلعب الكورة جوه الجول، يلعب الكورة جوه الجول، الهدف الأول للنادي الأهلي، تمريرة من رمضان من الخلف الأمام لرمضان، واللاين زمان بيقول أهو انفرد رمضان وقبله حسين السيد، عدى من قصاصين ولعبها في المرمى الخالد ليوقظ محمد رمضان. الهدف الاول للنادي الاهلي بعد ما دقي 41 دقيقه. ادي جماهير النادي الاهلي، وهدف مباغت لمحمد رمضان. يا دوبك هشام يكرم ويتاخر، تتقطع وتروح لعلاء، وعلاء لحسام عرابي، وحسام عرابي جنبه رمضان، يلعبها لمحمد رمضان، وماشي محمد رمضان ماشي وعاوز يشوط، وشوط شوطه جامده. هدفين